تجسيدا للعمل التكاملي على المستوى الوطني بين مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في مجال التحليل والتخطيط الاستراتيجي في القضايا المحلية والإقليمية والدولية، وتتويجا للحصيلة الفكرية والمعرفية التي اكتسبها المشاركون في الدورة العاشرة في مجال الدراسات الاستراتيجية. اختتمت مجريات وأحداث التمرين الاستراتيجي صنع القرار 10 بكلية الدفاع الوطني. كلمة شكر للقائمين على كلية الدفاع الوطني ومنتسبي هذا البرنامج، أيضا نهنئهم على ما بذلوا من جهد خلال الفترة الماضية. بدون شك المواضيع اللي تتناولها كلية الدفاع الوطني مواضيع ذات بعد استراتيجي لها أهمية وطنية في صقل المهارات وتدريب المهارات الوطنية، سواء كان منتسبي الكليات والمؤسسات العسكرية والأمنية وأيضا المؤسسات الحكومية المختلفة. طبعا محاكاة بعض التحديات واستشراف المستقبل، هذه من المواضيع المهمة ذات بعد مثل ما ذكرت استراتيجي. عد هذا التمرين نتاج ومحصلة للعام الأكاديمي لدورة الدفاع الوطني من خلال المحاضرات الاستراتيجية والورش التعليمية والزيارات الداخلية والإقليمية والدولية، وتصخير كافة أدوات التحليل الاستراتيجي على عناصر قوة الدولة المختلفة سواء الاقتصادية، السياسية، العسكرية، الاجتماعية، والتقنية والإعلامية. التمرين الاستراتيجي صنع القرار 10 هدف إلى إثراء فكر المشاركين وتطوير أدوات التحليل والاستنتاج الاستراتيجي وصولاً إلى صناعة القرارات التي تسهم في تحقيق المصالح الوطنية. تأتي المشاركة في هذا التمرين بعد تلقي محاضرات مكثفة وورش تدريبية في مجال الإعلام وإدارة الأزمات، والذي كان له الأثر الإيجابي في نجاح هذا التمرين، حيث تمكن المشاركون من التفاعل مع القضايا والأحداث المختلفة باستخدام الأدوات التحليلية والتخطيطية والتقنيات الحديثة والتعامل مع وسائل الإعلام وصولاً إلى صناعة القرار الاستراتيجي. ويعد هذا التمرين خلاصة المنهاج العام الكامل من دورة الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والوزارات والهيئات الحكومية. قد حقق التمرين الاستراتيجي صنع القرار 10 الأهداف والاستفادة المرجوة منه من خلال تحليل قضايا استراتيجية بارزة وبأحداث مفترضة تتعلق بالشأن الوطني والإقليمي والدولي. كذلك اكتسبنا مهارات وقدرات في اتخاذ وصنع القرار على المستوى الاستراتيجي. يأتي ختام هذا التمرين ترجمة لرسالة كلية الدفاع الوطني المتمثلة في إعداد وتأهيل قادة استراتيجيين لإكسابهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من تولي المناصب القيادية في كافة مؤسسات الدولة. من كلية الدفاع الوطني، النقيب سعيد بن سليمان السعدي.